انطلاقة شوطنا التاسع للابكار الحقائق ومن مسافة 4 كيلومترات متابعينا مشاهدينا الكرام انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات على أرضية هذا الميدان. تقدم مباشرة مع المركز الأول الصدارة والبداية من تتقدم مع المركز الأول ومن تقود هذه المسيرة وصلت مع المركز الأول الهائلة لسان بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الهائلة مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات من تتقدم مع المركز الثاني وصلت وتقدمت على المركز الثاني يقين لقابوس بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الغالي من يقدم لنا يقين مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث الأسماء وثالث التحديات المركز الثالث من تتقدم مع المركز الثالث عجايب لسالم بن سعيد بن صالح المري مع المركز الثالث. المركز الرابع الذيبة مع المركز الرابع لسالم بن جابر الجربوعي المري من يقدم لنا الذيبة على رابع الأسماء. خامس التحديات خامس المنطلقات وصلت مغيظة مغيظة مع المركز الخامس عبد الهادي بن منصور بن عبد الهادي بن نايفة من يقدم لنا مغيظة على خامس التحديات. هكذا متابعينا مشاهدينا الكرام نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول أعود مع البداية مع الصدارة مع المركز الأول يقين مع المركز الأول يقين مع الصدارة لقابوس بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الغالي من يقدم لنا يقين على المركز الأول من تيقن على الصدارة وعلى المركز الأول. ثاني الأسماء ثاني التحديات الهائلة مع المركز الثاني الهائلة لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الهائلة على ثاني الأسماء. المركز الثالث عجايب يا عجايب عجايب لسالم بن سعيد بن صالح المري من يقدم لنا عجايب مع المركز الثالث. المركز الرابع الذيبة لسالم بن جابر الجربوعي المري من يقدم لنا الذيبة مع المركز الرابع. المركز الخامس من تتدخل بطولة لهزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي من يقدم لنا بطولة على المركز الرابع من غيرت وانطلقت مع المركز الثاني. ما شاء الله على هذا الأداء على هذا الإبداع. المركز الخامس وصلت وتقدم الذيبة لسالم بن جابر بن حتروش الجربوعي من يقدم لنا الذيبة على خامس الأسماء. ولكن أعود مع المركز الأول أعود مع البداية أعود مع الصدارة. الله يا الهائلة غيرت الهائلة مع المركز الأول استلمت زمامي هذه الأمور لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الهائلة مع المركز الأول. ثاني الأسماء ثاني التحديات بطولة بطولة مع المركز الثاني بطولة مع المركز الثاني. هزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي من يقدم لنا بطولة على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث الأسماء الذيبة الذيبة مع المركز الثالث لسالم بن جابر المري من يقدم لنا الذيبة على ثالث الأسماء. المركز الرابع عجايب وشعار بن عرج بن عرج من يقدم لنا عجايب مع المركز الرابع. المركز الخامس نباه 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 مع المركز الخامس سعيد بن بطيب محمد الحسنة. ولكن أعود مع المركز الأول أعود مع البداية بطولة 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 مع المركز الأول بطولة مع البداية. الله لهزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي من يقدم لنا بطولة مع المركز الأول مع البداية ومع الصدارة. المركز الثاني المركز الثاني وصلت الذيبة سالم بن جابر المري من يقدم لنا الذيبة مع المركز الثاني. والمركز الثالث من تتقدم عجايب مع المركز الثالث. المركز الرابع نباه المركز الخامس وصلت سليل مع المركز الخامس. ولكن أعود مع بطولة البطولة بطولة بطولة مع المركز الأول بطولة مع الصدارة. الله لهزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي من يقدم لنا بطولة مع المركز الأول مع البداية ومع الصدارة. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة يا المريخي من يقدم لنا بطولة مع المركز الأول. الأسماء واصلة الشعارات قادمة. الله الذيبة
الذيبة الذيبة الذيبة الذيبة الذيبة الذيبة مع المركز الثاني، وأيضا تصل بلشة، بلشة مع المركز الثالث، بلشة مع المركز الثالث، ولكن بطولة، بطولة مع المركز الأول، بطولة مع التحدي، بطولة مع الإثارة. الله يا المريخي يا المريخي، أسعد الله مساك على هذا الفوز، على هذا الإبداع، من تقدمه لنا بطولة في هذا الشوط المميز. سلام بطولة، سلام، أسعد الله مساك يا مالك بطولة على هذا الفوز والانتصار. تهنية خاصة لحمد البريدي، لحمد بن هادي البريدي على هذا التضمير المميز. تهانينا والناموس لمالك بطولة هزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي. سلام يا بطولة، سلام، سلام يا المريخي، سلام، أسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع. المركز الثاني، المركز الثاني. مرحبا يا مرحبا باللي تعنى بالشيوخ وبالضيوف. المركز الثاني وصلت، مرحبا باللي لفوا منه. دخول جماعي ما بين المركز الثاني والثالث، المركز الرابع. المركز الرابع وصلت بلشة لحمد بن علي بن سالم بن سريد الدعية. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الدوحة لأحمد بن علي بن راشد السبيعي. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك بطولة على هذا الفوز والانتصار هزيم بن حمد بن علي بن حمد المريخي. ساعة وصول البطولة إلى خط النهائي، التوقيت الزمني 5:58 51 جزء من الثانية. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه الذيبة لسالم بن جابر الجربوعي المري. ساعة وصول الذيبة إلى خط النهاية 6:87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت مياسة لعبد الله بن سالم بن جابر المري، التوقيت الزمني 6:97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.